اولا كل شيء مرحبا بجميع الناس اللي حاضرين في الافتتاح. افتتاح كان رائع كيجسد التصميم والجماليه لمدينه طنجه. نتمنوا الله هذا كاس العالم يعطي واحد الدفعه سياحيه كبيره لمدينه طنجه، ومرحبا بالجميع. افتتاح كيف جاك؟ من ناحيه ديال الافتتاح كان افتتاح رائع جدا، بحال اللي شاف الجميع الصوره تتكلم. دائما المغرب في المستوى وديروا النيه. تحياتي جماهير المغرب ان شاء الله حتكسب الاهلي ومن عم هيجيب جونين ان شاء الله، وديما مصر وديما مغرب وديما اهلي. خاوة خاوة اهلي اهلي اهلي. كيف جاك زوين بزاف ما شاء الله، المغاربه فرحونا الله يفرحهم. حنايا احسن بلد في العالم ومصر ثاني احسن بلد في العالم. حنا ومصر اللي كاينين وديما اهلي وديما رجاء. عليكم. جيت من درت ديبلاسمون من كازا باش نجي نحضر الافتتاح ديال كاس العالم للانديه. الحمد لله الافتتاح كان من المستوى الرفيع، شفنا لوحات فنيه من التراث المغربي ومن الفن العصري. الحمد لله دائما المغرب في المستوى. دائما جينا اليوم نحضروا هذا الافتتاح ديال مونديالتو. حنا كساكنه ديال مدينه طنجه فرحانين بزاف بهذه التظاهره هذه، هادشي في مستوى رائع جدا. تبارك الله على المنظمين ديالنا، تبارك الله على الناس اللي شرفوا على هادشي. هذا فعلا ايفينمون في المستوى. الافتتاح كان رائع، جبنا وليداتنا جبنا العائلات ديالنا، يعني كلشي في المستوى. المهم كلشي كان مزيان من ناحية ديال الاستعراض اللي كان، من ناحية ديال كلشي. المهم حنا فرحانين باللي أول مرة يكون عندنا افتتاح هنايا. الحمد لله كلشي بخير. كلشي كان رائع أسطوري. كان أسطوري. أول مرة نشوفوا هادشي هذا هنايا. أول مرة أسكن في طنجة، وأول مرة حنا أصلا نحضروا هادشي هذا. المهم كلشي مزيان بزاف. افتتاح مزيون بزاف، كلشي في المستوى. جينا مدينة طنجة، زعما طنجة عملت واحد الحاجة مزيونة رائعة. كنتمنى زعما هاد العشية تكون كاملة مزيونة بحال هادشي هذا، وكنتمنى دايما هاد الشيء هذا كاينة، دايما يكون هاد النظام كيكون دايما على مدى السنة ماشي غير فهاد الافتتاح. إن شاء الله كان رائع شي حاجة في المستوى. شكرا بزاف للمنظمين واللي زعما كلشي كانوا، وتا الدخول كلشي كان في المستوى. كنشكروا القائمين على هاد المنظمين. ماشي الافتتاح راه كان جد رائع، ويعني المغرب راه كيعرف ينظم جميع يعني المقابلات العالميه. افتتاح كما كتشوفوا راه هو قدامكم. تحيه لجميع الجماهير المغربيه اللي حجات لهنايا الارض الملعب، وكنشجعوا الاهلي المصري ان شاء الله. شي جزائر افتتاح غير في المستوى مزيان، واخا غير كانت قصيره ولكن افتتاح في المستوى. التنظيم كان مزيان، الناس الفول مزيان سون بروبليم، ما كاينش مشكل الحمد لله. وقال مزيان احنا كنشجعوا فحق دونك كما هو كنشجعوا المنتخب المصري بالمنتخب العربي ونشجعوا المصري. حفل الافتتاح في المستوى كنشوفوا كيفاش قادرين الاطر المغربيه والايادي المغربيه انها تصنع حدث ولا تصنع احتفاليه بحال من الاجانب. هادشي اللي شفناه اليوم كيدعو للفخر، وكنتمناو ان هادشي اللي كان اليوم اللي شفناه ينتقل للمجالات الاخرى كامل ان شاء الله. صراحه افتتاح زوين، هز بالقيمه ديال المغرب الصراحه. كلشي دابا راه كنشوف بين كاع المصريين كاع اللي كيتابعوا المباراه كلشي فرحان. صراحه انا شخصيا عجبني، جيت اليوم من مكناس حتى طنجة حتى التسوية ديال الطريق غير باش نتابع المباراة ديال الأهلي، حتى تمشيني فرقة تأهلات من أفريقيا هي اللي غنشجعها، وإن شاء الله راه غادي نجيبوها. وفرحانين بزاف بهذا الافتتاح اللي داروا المغاربة، صراحة كان مزيان بزاف في المستوى وفرحنا بزاف. حنا جايين دابا نشجعوا الأهلي وديما مغرب ديما. كان ساكنة طنجة بهذا مونديالتو، والافتتاح داروه زوين، والتنظيم كان في المستوى هائل، ما كاين لا مشاكل لا صداع لا حتى شي حاجة، داكشي غادي وهذاك. جينا من تطوان مدينة مارتين نحضروا الافتتاح. الحمد لله الافتتاح في المستوى كيشرفنا مدينة طنجة والمغرب عامة، وكنتمناو ان شاء الله تكون هذه البداية ان شاء الله شي تنظيم شي كاس العالم ان شاء الله يا ربي ولا كاس افريقيا.
كساكنة طنجة جينا نشجعوا الأهلين، حنا مضامنين معاهم، ولكن الافتتاح كان في مستوى عالي بزاف، وداك الشيء فيه تنظيم مزيون بزاف، وحنا جينا نشجعوا الأهلين. كيف جاك الافتتاح؟ افتتاح هائل في المستوى، والله إلا مزيون بزاف. جيت من تطوان باش نحضر المونديال ديالي، كنشكر اللجنة المنظمة وغيرهم الكثير اللي ساهموا في هذا الإنجاز، وإن شاء الله الأهلي يربح، حيت حنا كنشجعوا الدول العربية. كيف جاك الافتتاح؟ كنشكرهم، عجبني بزاف، كان منظم بشكل رائع، تقدم المغرب سنوات ضوئية، كنشكرهم.